شوف، السعودية هي أرض الحرمين. الجزيرة العربية ليس لها اسم في كل التاريخ الإنساني إلا موطن العرب، لكنها منذ 100 عام أسميت بالسعودية. نعم. السعودية هذه هي دولة نجمت كباقي الدول على أثر انهيار الخلافة ومصادرة السلطان الأمة، يعني دولة سايكس بيكو. كل دول سايكس بيكو الدين فيها تحت وصاية وزارة الأوقاف، لكن نظرا للثقل الديني والحمولة العقدية الهائلة للسعودية، هي مهبط الوحي، هي مبعث آخر الرسالات، هي موطن الرسول الذي هو صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق، هي موطن الصحابة الذين هم أعظم الخلق بعد الأنبياء والرسل، هي الموطن الذي اؤتمن على آخر كلام الله سبحانه وتعالى في الأرض. بالتالي لدينا ثقل عقدي هائل جدا. هذا الثقل جعل السعودية هي مركز ما نسميه المربط العقدي. المربط العقدي هذا الذي يشرع للوضع الدولي القائم لأمن واستقرار النظام الدولي، لتقسيمات النظام الدولي، لسياسات النظام الدولي، حتى أن هذا المربط أو هذا المكان أو هذا الثقل يشرع أو يرفض أو ينقض أو يعطي شهادات حسن السلوك حتى لنظم سياسية ولسياسات عربية وإسلامية، وبالتالي يمتلك أوراق هائلة جدا في التأثير. زد على ذلك أنه أيضا بالمال السياسي إضافة إلى العمولة العقدية، ويستطيع أن يتحكم في الكثير من الأوراق في العالم العربي والإسلامي، وحتى في إطار أن يعني استجاباته للنظام الدولي استجابات مدمرة على صعيد الأمة تاريخيا. هذه الحقيقة الموجودة التي نعيشها للأسف. لكن هو كما قلت هو مركز المربط العقدي، وليس هو كل المربط العقدي، لأنه المربط العقدي يعمل في إطاره جماعات وأحزاب وشيوخ وعلماء ووعاظ وأحزاب وسياسات وتيارات كلها تدور في فلك المربط العقدي. هذه هي السعودية، طيب. وهذا مكانتها الدولية.